حضور معنا، ونتوجه الآن بسؤال عن التصور العام للمناظرة وفلسفة المشروع والجانب الأكاديمي لها، والإجابة لدى الأستاذ بالعباس من كريدة. شكرا، يعيشك. مرحبا بكم الكل. نحب أولا نشكر مؤسسة التلفزة الوطنية والهيئتين ونقابة أصحاب التلفزات الخاصة لإنجاح المناظرات الأولى في الدور الأول للرئاسة. المرة اللي فاتت كنت فخور وفرحان برشا انه تونس كانت باش تولي اول بلد عربية اللي تنظم مناظرات انتخابية. المرة هذه انا فرحان برشا انه التجربة نجحت ونجحت بالقدا، لانه الناخب التونسي عجبته الفكرة، وزيادة خاطر انا متأكد انه المناظرات الانتخابية باش يولوا تقليد جديد في الديمقراطية التونسية في الانتخابات الجاية إن شاء الله. العالم الكل سمع بالمناظرات، وفما عدد قنوات دولية بثت معانا، وحتى وكالات الأنباء من كل العالم بثوا ولا على الأقل غطوا الحدث التاريخي هذا. وشفنا زيدو إنه التونسية والتونسي اهتموا بالمناظرات وتابعوها أكثر من الكورة ولا حتى المسلسلات الناجحة. نجم نقوله فعلا انه الفضاء العام التونسي صحي ومتماسك وديمقراطي زيادة. طوى نهار 6 اكتوبر تونس باش تختار مرة اخرى، وباش تختار شكون اللي باش يكمل الطريق الى باردو. والمناظرات التشريعية مهمة برشا، هذيك علاش خلقنا مع بعضنا نموذج تحريري جديد كما قال السي اسعد. وهدف هذين النموذج واضح، هو انه الناخب ينجم يقارن بين المترشحين ووعودهم. وهذه الوعود باش يتحاسبوا عليها في برنامج جديد اللي هو 99 يوم باش ننظموا زياده بعد 99 يوم. والنموذج هذا باش يطبق زياده في المناظرات الرئاسيه في الدور الثاني. النقطة هذه تخلينا نوصلوا للموضوع المهم اللي هو المناظرتين اللي حكى عليهم سي اسعد عن الرئاسة. احنا كخبراء ذكرنا من قبل ونذكروا زادة انه هذوما المناظرات مهمين جدا باش تخدم مصلحة الناخب التونسي. هذيك علاش قررنا مع بعضنا تنظيم مش مناظرة واحدة اما مناظرتين في الدور الثاني. خطر 5 سوايع مناظرات، الاختيار 5 سنين ماهوش برشا. يعيشكم.